السلام عليكم إخواني، ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله أتيتكم بخطة سحرية ستمكنكم من مضاعفة مبيعاتكم على أمازون KDP بكل سهولة ودون عناء. ما عليكم سوى اتباع الخطوات التي سوف أقوم بشرحها في الفيديو من الأول إلى الآخر ومحاولة تطبيقها حرفيا، وإن شاء الله سوف تشكرونني على هذا الفيديو لاحقا. لكن إخواني قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة، لأن هناك فيديوهات حصرية قادمة إن شاء الله سوف تفيدكم جدا، وكذلك مشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال. العديد من الأصدقاء يعلمون بأن أمازون لديها مجموعة من المنصات حول العالم كما ستشاهدون الآن. فهنا منصة أمازون في فرنسا يعبر عنها بأمازون.fr، كذلك ألمانيا أمازون.de، ثم إيطاليا .it، هولندا.nl، إسبانيا .us، تركيا .tr، ثم المملكة المتحدة United Kingdom. هذا بالنسبة لأوروبا. ثم بالنسبة لأسيا كذلك لدينا الصين، وكذلك الهند، اليابان، سنغافورة، الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية، ثم شمال أمريكا هناك كندا، ثم المكسيك، أمريكا في أوقيانوس أستراليا، جنوب أمريكا البرازيل، وإفريقيا فقط مصر. لذلك إخواني عند العمل في منصة أمازون فيجب علينا استهداف بعض هذه الأسواق، إن لم أقل أكبر عدد ممكن منها. والطريقة كيف سنقوم بها؟ فالطريقة سهلة جدا إخواني. فمثلا إخواني كان لدي كتاب خاص بالتلوين، وكنت قد رفعته سابقا في Amazon.com، يعني في السوق الأمريكي، فلا يجب علي أن أقوم برفع هذا المحتوى الخاص بالكتاب دون أي تعديل، والاكتفاء فقط بتغيير الغلاف الخاص به كما هو جاري به العمل في النوتبوك. فالنوتبوك المحتوى الداخلي يمكن أن يبقى ثابت، ويمكنك القيام بإنشاء العديد من الأغلفة والاعتماد على محتوى واحد فقط. لكن في كتب التلوين وكتب الأنشطة يجب عليك أخي دائما أن تقوم برفع محتوى واحد والاكتفاء بغلاف واحد، لأنك قد تواجه مشكل مع أمازون. كيف ذلك؟ فمثلا إخواني أنا كان لدي طفل وكنت أريد أن أشتري له 4 كتب خاصة بالتلوين، فقد أقوم بشراء 4 كتب مختلفة بأغلفة مختلفة، لكن قد أفاجأ بأن اختياري وقع على محتوى كتاب واحد ب4 أغلفة مختلفة، وهذا قد يجعلني أقوم بشكاية في أمازون بدعوى أنني قمت بشراء 4 كتب وتوصلت بمحتوى كتاب واحد ب4 أغلفة مختلفة، وهذا كما قلت سابقا سوف يؤدي إلى مشكل في حسابي. لذلك إخواني وكما تعلمون فهذه الكتب الخاصة بالأنشطة والكتب خاصة بالتلوين فتتطلب مجهود كبير ووقت كبير لإنشاء كتاب واحد، فكيف يعقل إخواني أن أقوم ببذل مجهود كبير وكذلك وقت كبير من أجل إنشاء هذا الكتاب وأقوم برفع كتاب أو نسخة واحدة منه؟ فهذا لا يعقل. لكن اليوم إن شاء الله سأريكم الحل المثالي لكي أقوم بإنشاء كتاب واحد خاص بالأنشطة أو بكتب التلوين وأقوم بنشره في العديد من المنصات دون أن أواجه أي مشكل. فكما سوف تشاهدون انظري معي إخواني، هذا كتاب قمت بإنشائه ورفعه في السوق الأمريكي كما تلاحظون، لكن حتى لا يضيع الجهد الذي قمت ببذله في هذا الكتاب قمت بإنشاء كتاب آخر نفسه تقريبا وقمت برفعه في السوق الفرنسي كما تلاحظون، فقط قمت بالتركيز على تغيير بعض الجمل من الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية، وهذا سهل جدا. فمثلا في اللغة الإنجليزية في الصفحة الأولى كنت قد كتبت سابقا This book belong to، ثم تركته فارغا، يعني هذا الكتاب خاص بي، وهنا يمكن للمشتري أن يضع اسمه. وفي الكتاب الآخر الخاص بي الفرنسية قمت بكتابة Ce livre appartient، وتركت كذلك مكان لإضافة اسم المشتري، وهذا سهل جدا. ثم بالنسبة للأرقام قمت بترجمة هذه الحروف من الإنجليزية كما تشاهدون إلى اللغة الفرنسية كما تلاحظون، وبالتالي قمت بالاستفادة من نفس الرسوم ونفس عدد الصفحات وقمت بالترجمة فقط. ولمن لا يجيد الترجمة فما عليه سوى الذهاب إلى جوجل ثم يقوم بكتابة مثلا Traduction
وهنا أمامكم يمكنكم اختيار أي لغة. فمثلا كنتم لا تجيدون اللغات الأخرى يمكنكم الكتابة باللغة العربية ثم ترجمتها هنا إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو أي سوق تريدون الاشتغال عليه، وكذلك العكس صحيح. إذن خطوات سهلة وبسيطة. ثم بعد إنشائكم للكتاب فيجب عليكم إخواني كذلك التركيز على إيجاد النيتش المناسب الذي سوف تقومون برفع الكتاب فيه. فمثلا سأختار Coloring Book for Kids، ثم أأتي هنا إلى جوجل، ثم أختار إنجليزية، أختار العنوان، ثم أترجمه مثلا إلى الفرنسية التي قمت بترجمة الكتاب إليها، Livre de coloriage pour les enfants، ثم أقوم بنسخ هذا العنوان والذهاب إلى amazon.fr، ثم أقوم بكتابته بهذا الشكل. أنتظر هنا قليلا ثم أقوم بالبحث. هذه الطريقة ضرورية إخواني قبل رفع أي كتاب، لأن الإحصائيات الخاصة بهذا النيتش يعني نسبة المنافسة وعدد البحث على هذا العنوان في أمازون ليست هي في فرنسا وليست كما هي في ألمانيا أو إيطاليا. لذلك يجب عليكم التركيز أولا في هذه الجملة، يجب أن تتحقق فيها الشروط، منافسة قليلة وطلب كبير حتى نتمكن من رفع الكتاب فيه. والأهم من هذا أن يكون النيتش هو نفسه النيتش الخاص بكتابي. إذا لاحظوا معي مثلا هذا العنوان الخاص بهذا الكتاب مونغو ليفر دو كولورياج، لاحظوا معي إخواني أقوم بنسخ هذا العنوان الرئيسي ثم أعود إلى المنصة الفرنسية ثم بعدها أقوم بنسخه هنا، أقوم بالبحث. يمكنكم اعتماد على هذه الطريقة اليدوية أو يمكنكم اختيار أي طريقة أخرى من التي قمت بشرحها في القناة سابقا. إذا لاحظوا معي إخواني هذه نتيجة جيدة جدا، فيمكنني أخذ هذا العنوان وتعويضه بالعنوان الذي قمت بإنشائه لكتابي في amazon.com يعني في السوق الأمريكي. بالنسبة للعنوان الثانوي تقومون بإضافة المعلومات الصحيحة الخاصة بكتابنا، فمثلا هنا لدينا مثلا 68 صفحة، أقوم بالعودة هنا وأقوم بتعويض 100 ب68 ثم أترك هذه الجملة بكاملها، ثم هنا أحدد أنا الاستهداف الذي قمت بوضعه لكتابي، هل للأطفال بين سنة وأربع سنوات أو سنة وثلاث سنوات. المهم يجب عليكم أن تحترموا نفس الخصائص المميزة لكتابكم حتى لا نقع في المحظور ونسخ هذا العنوان كما هو. إذن إخواني هذه طريقة سهلة جدا، لا أريد أن أطيل الفيديو. أما بالنسبة لطريقة اختيار الكلمات المفتاحية وطريقة وضع الوصف المناسب لكتابنا فالطريقة لا تختلف من منصة لأخرى، فكما قمت بشرح هذه الطرق سابقا في القناة ما عليكم سوى الرجوع إلى القناة واختيار طريقة رفع الكلمات المفتاحية أو طريقة إنشاء وصف مناسب وجميل لكتابنا، ثم تقومون باتباع نفس الخطوات لوضع هذه الكلمات المفتاحية أو الوصف الخاص بكتابكم. إذن إخواني كانت هذه طريقة بسيطة لزيادة مبيعاتنا في أمازون KDP. إذن إخواني هذا هو شرح فيديو اليوم. إن أعجبكم الفيديو قوموا بالضغط على إعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء، وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.